بسم الله الرحمن الرحيم. هو معلش المفعول. يا هبه، هو الصوت واطي بس شوية. كده كويس، اه ماشي. تمام. المحاضرة النهاردة، لحظة بس، اوكي. عنوانها how to choose the appropriate IV fluid to my patient. احنا هنعتبر انه اللي موجودين جي بي، تمام، لسه طالع او داخل، يعني طالع من الكلية، داخل الاي ار، شاف ترابيزة مليانة محاليل، او دخل الاو ار برضه نفس الكلام، ترابيزة المحاليل، اوضة المحاليل. محتاج يعرف هي كل الازايز دي زي بعض ولا لا، بمعنى ايه اللي يخليني ادي العيان معين نورمال سلاين وعيان تاني لا، ايه اللي يخليني ادي العيان معين رينجر عين تاني لا. هل ممكن ادي لمريض فلويد باعتباره ان حاجه بسيطه محلوله اذيه؟ اه ممكن. طيب الايم او الاجنده بتاعتي حاجتين، انا هقسم المحاضره نصين. النص الاول هيبقى اورينتيشن عن ايه الازايز دي كلها، الفرق بينها، هل ينفع اديها لاي حد وخلاص، اي عيان داخل الامرجنسي روم اديله اي محلوله من دول تقع في ايدي وخلاص. تاني حاجة، النص التاني هتبقى الجزء اللي على الشمال ده، كل محاضرة نصها هيبقى الجدول ده هملاه ازاي evidence based، دول العيانين اللي هقابلهم في طريقي، سواء في الـ OR، سواء وانا واقف في الطوارئ، سواء اخد شيفت في الـ ICU، دول الـ common patients اللي انا هقابلهم، هديهم ايه وهديهولهم ليه، وايه اللي ممكن يأذيه وايه اللي ممكن ما يأذيهوش او يفيده. الجزء الاولاني هتبقى شويه فيسيولوجي، هيبقى اورينتيشن كده بالفيسيولوجي بتاع الكومبارتمنتس بتاعت الجسم، الفلويد كومبارتمنتس. هيبقى الجزء الثاني هتبقى mainly evidence based. دي سامبل كده من الازايز اللي هتلاقيها في اوضه العمليات او في اوضه الطوارئ، من الشمال كده لليمين. أول واحدة دي هيماجيل، اللي في النص اللي بعديها دي إزازة نورمال سلاين، التانية دي ديكستروز نورمال سلاين، الإزازة التالتة ألبومين، اللي تحت رينجر لاكتيت، اللي بعديها دي ديكستروز نورمال سلاين، اللي بعديها هستريل، اللي بعديها 5% ديكستروز بس معاها هاف صوديوم كلورايد. طيب دي سامبل كده من الازايز اللي بتبقى موجوده عندنا. والحقيقه لازم اول حاجه اسال نفسي علشان اعرف هدي العيان ايه، سؤالين: الازازه دي مكوناتها ايه والبروبرتيز بتاعتها ايه؟ تاني حاجه هو العيان هديها له ليه؟ احنا لو هنتكلم على هدي فلويدز ليه، لازم اعرف ثلاث مفاهيم ليهم علاقه بالفلويد برنسبلز بتاعي. اول حاجه ريسسيتيشن، ريبليسمنت، فمنتنس. الريسسيتيشن عندي ده عيان جاي عنده اكيوت فوليوم لوس، عيان بقى مثال عليه عيان في هيموراجيك شوك، تمام. العيان ده الفلويد اللي انا لازم اديها له انا بسميها فلويد ريسسيتيشن، تمام. انا بعوض الاكيوت فوليوم لوس اللي حاصل لي. العيان ده وقفت، عوضت انا الفوليوم اللي ناقصه ولكن لسه في ongoing loss، زي مثلا ان هو عيان persistent vomiting، زي ان هو عيان severe diarrhea، تمام. ده ongoing loss، فاللي بيطلع منه ده انا لازم اعوضه، ده هسميه replacement. طيب عوضت العيان، عملت له fluid resuscitation، الهيمودينامكس بتاعته بقت كويسه، عوضت اديته الريبليسمنت بتاعه في الانجوينج لوس وبقى كويس. طيب هل العيان ده خلاص مش عايز مني فلويدز بعد كده؟ لا، في عندنا حاجه ثالثه اسمها المينتنس. المينتنس ده هو للعيان وللشخص الطبيعي، لان انا ديلي عندي ديلي نورمال لوس، اتليست ان انا عندي 1600 مللي يوميا انا بفقدهم في صوره ايه؟ في صورة يورين، في صورة ستول، في صورة افابورايزيشن اثناء الريسبيريشن،
صورة سويتنج من السكين، وبالتالي انا نورمالي لو انا مش مريض وما عنديش باثولوجيكال لوس انا بفقد يوميا 1600 مللي اتليست. طيب يبقى لازم في مينتننس، ديلي مينتننس لازم اخده. اذا قسلنا كده الفلويدز علشان نبقى عارفين احنا هنعمل ايه للعيان، لازم نفهم احنا هنديله ليه، هل هعوض كريسستيشن ولا هعوض كريبليسمنت، ولا العيان ده تمام وهديله بس المينتننس فلويد بتاعه في حالات ان هو مش قادر ياخد اورال مينتننس بنفسه، سواء عيان انتوبيتد سواء عيان عامل جي اي تي سيرجري سواء عيان اندر انستيزيا، دول كلهم انا لازم احافظ على المينتننس بتاعهم. طيب يبقى احنا كده السؤالين اللي احنا المفروض نبقى عارفينهم، انا الازازه دي الكونتنت بتاعها ايه، البروبرتيز بتاع توزيعها جوه الجسم ازاي، تاني حاجه هو العيان اللي جاي لي ده انا عايز اعمل له ايه، هو في انهي مرحله انا هرسستيت هريبليس همنتين انا هعمل له ايه بالظبط. السؤالين دول هو مبدئيا لازم يكونوا في دماغي لو انا عايزه اقول انا هعلق محاليل العيان. طيب بدأت القصة بتاعت الاي في فلويد دي سنة 1832، كانت في البانديميك كادرة اللي ظهرت في لندن، وحصل ديهايدريشن وحالات مورتاليتي كتير، فكان أول استخدام للفلويدز كان في الابيديميك دي. بعديها 1832 بدأت تظهر أنواع الفلويدز المختلفة. التايم لاين ده فيه كل واحد وجنسيته وعمل ايه من انواع الفلويد بتاعتنا. بدأت من 1832 لحد ما وصلنا في 1992، ظهر حاجه اسمها الناشونال انستيتيوت فور هيلث كير اند اكسبيرينس، دي بقى بتطلع، دي مسؤوله عن الجايد لاينز او الايفيدنس بيزد ريكومنديشن اللي تخص الفلويدز وكل حاجه تخصها بقى، التايب اوف فلويد العيانين بياخدوها ازاي، المينتنس بتاعهم ايه، الدوزز بتاعتها ايه، هدي ايه امتى، بقت هي اللي معنيه المايس جايد لاينز دي بان هي تحدث نفسها وتقول لنا كل ما يخص الفلويد ريسستيشن في العيان. السؤال الاولاني اللي احنا قلنا هنكيب ان مايند، الازازه دي فيها ايه ككونتنت كبروبرتيز. طيب ككونتنت خلينا شويه، خلينا نتكلم الاول على الفلو ديستريبيوشن داخل الجسم. احنا عندنا اكسترا سيلولار كومبارتمنت في اكسترا سيلولار فلويد، وانترا سيلولار كومبارتمنت في انترا سيلولار فلويد. زي ما احنا شايفين كده المفترض ان 60% من وزن الانسان ميه، وزع ازاي؟ ثلث وثلثين. طيب الثلثين دول انترا سيلولار فلويد، دي فلويدز انسايد ذا سيلز اكشلي هي 28 لتر، تمام؟ طيب الثلث ده الثاني اكسترا سيلولار كومبارتمنت، ده اكسترا سيلولار فلويد، في ايه؟ في حاجتين، البلازما اللي هي انترا فاسكولار كومبوننت بتمثل 20% من الثلث بتاع الاكسترا سيلولار فلويد، وانترستيشيال فلويد اللي هي بين السيلز وبعضيها، ودي الجزء الاكبر بتمثل 80%. طيب ايه اللي جوه الكومبارتمنتس دي؟ فيها ثلاث حاجات، كل سلايد هتوري حاجه. الحاجه الاولانيه دي ووتر، البروبرتيز بتاعها ان الووتر دي باسيفلي موف اكروس ذا كومبارتمنتس من غير اي ريكويرمنت لاي اي تي بيز او اي شانلز، هي باسيفلي موفز. الكومبوننت الثاني الكترولايتس، انا بس على ال بتسمع انا حضرتك معايا؟ ويعلن النتيجة. هبة هو الصوت وقف. طيب كده تمام؟ اه تمام. اول كومبوننت قلنا الووتر هو باسيفلي موف across كل الكومبارتمنتس بتاعتي،
تاني ايشو عندي الالكترولايتس زي الصوديوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والكلورايد، ودي بتموف بحريه جدا من الانترافاسكولار فوليوم للاكسترا سيلولار كومبارتمنت، ولكن بتيجي عند البلازما ممبرين اللي في النص ده وما بتقدرش تعديه، بس لازم اكتف واي عن طريق شانلز according ل concentration gradient. طيب الكومبوننت الثالث هي البلازما بروتينز. البلازما بروتينز دي مولكيول كبيره موجوده بس في الانترا فاسكولار كومبارتمنت وما بتطلعش بره، ما تقدرش تعدي من الكومبارتمنت بتاع البلازما ده للانترستيشن، بتفضل موجوده جوه محققه الانكوتيك بريشر او اسموتيك بريشر للبلازما. طيب هتفرق لي في ايه اصلا ان انا افهم حركه السوائل ما بين الكومبارتمنت؟ هتفرق لي ان انا هختار الفلويد عشان ايه؟ هل انا هختاره عشان اخليه موجود فقط في الحيز بتاع الانترافاسكولار كومبارتمنت ده عشان امنتين ضغط العيان، ولا انا عايزاها تقلل لي تشد لي مثلا ميه من الانتراسيلولار فلويدز دي تشدها لي بره عشان اقلل الاديمه بتاعه السيلز او الاديمه اللي موجوده جوه السيلز، ولا انا عايزاها تتحرك من الانترافاسكولار لحد الانترا سيلولار فلويد علشان تدايليوت كونسنتريشن عالي زي حالات الهايبرناتريميا؟ هتفرق لي الكومبارتمنتس وفهم حركه الفلويدز ازاي بتتوزع في اني اعرف لما اجي اصلح حاجه هصلحها بايه؟ لما هاجي هريسسيتيت بيشنت عمري ما هدي فلويد هايبوتونيك. هايبوتونيك ده معناها ايه؟ معناها هو فلويد اقل من الاوزمولاريتي بتاعت البلازما، وبالتالي لما دي هيطلع بره الانترافاسكولار فوليوم هيروح الانترستيشال سيلز وهيروح الانتراسيلولار فلويد، وبالتالي انا هدي فوليوم كبير جدا واللي هيتبقى جوه الانترافاسكولار كومبارتمنت قليل. اذا انا كده ما ساعدتش العيان ولا حققت الغرض ان انا اريسسيتيت. إذا هختار مولكيولز ما تقدرش تعدي من الانترافاسكولار كومبارتمنت للانترستيشال أو للانتراسيلولار كومبارتمنت، هفضل حافظاها جوه الانترافاسكولار كومبارتمنت ده عشان تحقق لي اتنين ضغط العيان، وبالتالي فهم الفلويد ديستريبيوشن هيساعد جدا في إن أنا أفهم أختار أنهي سوليوشن للبيشنت. طيب الفلويدز اللي عندي او السوليوشنز هي عباره عن سولفنت وسوليوتس. اي سوليوت يعني اي بارتيكلز بتدوب في سولفنت بتديني خواص ليه. طيب بتتحدد على اساس ايه؟ حجمها والالكتريستي بتاعت السوليوتس اللي دايبه دي. لو احنا قسمنا الفلويدز على حسب حجم البارتيكلز هقسمها لكريستالويدز وكولويدز. طيب الفرق بينهم مالي؟ بيبقى في حجم المولكيول. الكولويدز دي محاليل فيها مولكيولز كبيره مش بتعدي الانترافاسكولار كومبارتمنت وبتفضل جوه محافظه لي على اوزموتيك بريشر عالي. طيب في حين ان الكريستالويدز لا، هي لو مولكيولر ويت ايونز زي الكلورايد والصوديوم دايبه في الميه، ممكن تعدي السيمي بيرميبل ممبرين وتعدي الانترافاسكولار تدخل في الاكسترا في الانترستيشال كومبارتمنت عادي، في حين ان الكولويد لا ما تعديش، لارج بارتيكل بيفضل في الانترافاسكولار كومبارتمنت. طيب الوقت اللي بتقعد فيه الكريستالويدز لا، بتقعد نص ساعه في الانترافاسكولار كومبارتمنت، في حين ان الكولويد لا بتقعد وقت اكتر، بتمنتين الانترافاسكولار فوليوم لمده تصل ل 8 ساعات. الفكره كلها الانكوتيك بريشر بيبقى ريديوز طبعا في الكولويد، انكوتيك بريشر في الكريستالويدز. انا بدي كريستالويدز لان هي
بعد فتره بعد ال 30 دقيقه دي بتموف للانترستيشال كومبارتمنت، وبالتالي مش بتحافظ على انكوتيك بريشر قوي جوه الانترا فاسكولار كومبارتمنت، في حين ان الكولويدز لا بتمنتين الانكوتيك بريشر. طيب الكريستالويدز ليها بور كابيلاري برفيوجن، في حين ان الكولويد ليها جود كابيلاري برفيوجن. الكريستالويدز فيها ريسك اوف اوفر هايدريشن لانها بتطلع في الانترستيشال كومبارتمنت، وبالتالي مع تو ماتش فوليوم هتعمل لي تشو اديما. الكريستالويدز ما فيش فيها انافيلاكتيك رياكشنز كتير، في حين ان الكولويد لا، الكولويدز ريبورت فيها ان بيحصل فيها انافيلاكتيك رياكشنز بشكل عالي. الكريستالويدز رخيصه جدا، في حين الكولويد لا بتبقى اكسبنسيف. دي بالنسبه لتقسيمه الفلويدز على حسب حجم البارتيكلز اللي دايبه في الووتر. طيب على حسب بقى الاوزمولاريتي، المفروض انه هنقسم الفلويدز على حسب الاوزمولاريتي لايزوتونيك وهايبوتونيك وهايبرتونيك. طيب بالنسبه لايه؟ بالنسبه للاوزمولاريتي بتاعت البلازما اللي هي عدد الالكتريكلي اكتيف بارتيكلز الدايبه فيها. طيب نفترض ان البلازما عندي الاوزمولاريتي بتاعتها بتتحدد بالصوديوم وبالجلوكوز وباليوريا، لو ان هي من 280 ل 290 ملي اوزمول بير ليتر. طيب ده رقم لما نحط جنبه او هنقارن بين الاوزمولاريتي بتاعت كل فلويد هديه والاوزمولاريتي بتاعت البلازما، هعرف هل هو هايبر ولا ايزو ولا هايبر. طيب عندي الايزوتونيك سوليوشن هي بتبقى يعني سيميلر للاوزمولاريتي بتاعت البلازما، ولانها سيميلر فهي مش بتغير لي، ما فيش الكتريكال ديفرنس، بتحافظ على الاوزمولاريتي بتاعت البلازما زي ما هي، والاكسترا سيلولر كله يعني انترا فاسكولار وانتراستيشال بيفضل هي هي، ما بتغيرليش في الاوزمولاريتي بتاعت الاكسترا سيلولر كومبارتمنت. في حين الهايبوتونيك لا، يعني مثلا الهايبوتونيك سوليوشن اقل من الاوزموتيك كونسنتريشن بتاع البلازما، وبالتالي هي بتاكت ازاي؟ انا بديها في الانترافاسكولار كومبارتمنت بتقلل لي قوي الاوزمولاريتي بتاعه الاكسترا سيلولار كومبارتمنت، وبالتالي ايه اللي بيحصل؟ بتشافت الفلويدز دي من الاكسترا سيلولار كومبارتمنت للانترا سيلولار كومبارتمنت. بمعنى انه لو انا عندي مثلا، هنرجع للسلايد تاني بس عشان الناس تبقى معايا. هعتبر ان الانتراسيلولار كومبارتمنت ده مليان جزيئات الكتريكالي اكتف، تمام، والانتراسيلولار والاكستراسيلولار فلويد ده في عدد اقل، يعني ميه كتير وسوليوتس اقل. المفروض ان الميه اول ما تدخل في الانترافاسكولار كومبارتمنت ده هتروح من المكان اللي فيه تركيز قليل كمولكيولز اللي فيه تركيز كتير كمولكيولز عشان تدايليوت شويه، وبالتالي اي هايبوتونيك هيدخل السيركيوليشن هتلاقيه عمل شيفتنج من الاكسترا سيلولار كومبارتمنت للانترا سيلولار كومبارتمنت. هتفرق لي في ايه؟ في حالات زي مثلا البرين اديما، كونترا انديكيتد ان احنا ندي هايبوتونيك سوليوشنز في حالات التروما. ليه؟ لان الهايبوتونيك سوليوشن هيدخل الاكسترا سيلولار كومبارتمنت هيعمل لي شيفتنج وهيدخل الانتراسيلولار، وبالتالي ههايدريت يعني هتتسحب الميه وتدخل جوه السيلز فهتزود البرين ايديم. والعكس لو الهايبرتونيك، طبعا الهايبرتونيك سوليوشنز الاوزمولاريتي بتاعتها اعلى من الاوزمولاريتي بتاعت البلازما والاوزمولاريتي بتاعت الانترستيشيال كومبارتمنت، وبالتالي الميه برضه هيبقى اتجاهها من الانترا سيلولار كومبارتمنت للاكسترا سيلولار كومبارتمنت، بمعنى ان الجزيئات دي هتخش هتسحب ميه من السيلز. دي كانت الفكره في التقسيمه على حسب الاوزمولاريتي بتاعه السوليوشن مقارنه بالاوزمولاريتي بتاعه البلازما، قسمها الايزو تونيك وهايبرتونيك وهايبرتونيك، وكل واحد فيهم هتفرق لي في ايه كابلايد عندي
هتفرق في اتجاه الفلويدز او اتجاه الووتر نفسه من انهي كومبارتمنت لانهي كومبارتمنت. هل انا عايزه ادخل مولكيول كبير يسحب ميه من السيلز وتفضل في السيركيوليشن، ولا انا عايزه ادي سوليوتس يدخل يديليوت حاله مثلا حاجه زي الهايبرناترينيا مثلا. فالديبندز انا عايزه ادي ليه. طيب الكريستالايز دي هنقسمها تقسيمه داخليه تاني غير اللي على حسب الاوزمولاريتي، على حسب نوع الالكترولايتس اللي جواه اللي بالانسد وانبالانسد. طيب بالانسد وانبالانسد مقارنه بايه؟ برضو مقارنه بالالكترولايتس اللي موجوده جوه البلازما. السلايد دي فيها البلازما كونسنتريشن من الالكترولايتس المختلفه اللي فيها، وهنقارن كل نوع سوليوشن من الكريستالايتس دي سواء ايزو او هايبر او هايبرتونيك الكونتنت بتاعتها بالنسبه للبلازما. ليه بعمل كده؟ علشان اعرف يعني ايه unbalanced solution او balanced solution. هنبدا بالنورمال سلاين، هو يعني الموست كومن الناس كلها عارفاه. النورمال سلاين الاوزمولاريتي بتاعته 308، في حين ان الاوزمولاريتي بتاعت البلازما من 280 ل 290. هو سلايت هايبرتونيك بس احنا عاده بنحسبه مع الايزوتونيك سوليوشن. طيب too much sodium too much chlor عن الكونتنت الموجودة في البلازما، مفيش بوتاسيوم مفيش كالسيوم مفيش مغنيسيوم مفيش بايكارب مفيش لاكتيت، وبالتالي بنسميه ان هو unbalanced solution، ان الالكترولايتس اللي فيه مش شبه الالكترولايتس اللي موجودة في البلازما. طيب هسووا ايه او الايشوز يعني كانها لايتس كده بالنسبه للنورمال سلاين. اول حاجه الكلورايد العالي قوي ده بيعمل لي هايبر كلوريميك ميتابوليك اسيدوزيس، دي حاجه مشهوره قوي في العيان اللي بنفضل نديله نورمال سلاين لو هو مثلا في الاو اور نايم هينام عمليه مثلا 6 7 ساعات، كونك بتدي العيان ده نورمال سلاين بس بكل الانبالانسد الكترولايتس الموجوده دي، انت بتدخل عيان في ميتابوليك اسيدوزس هايبرفلويد ميتابوليك اسيدوزس. طيب النوع الثاني اللاكتيت درينجر او درينجر لاكتيت. طيب الاوزمولاريتي بتاعته مقارنه بالاوزمولاريتي بتاعت البلازما 273، في حين ان البلازما 280 290، وبالتالي هو واقع في الرينج بتاعها، فاحنا هنقول ان هو ايزوتونيك برضو. ولكن هل هو بالانسد ولا ان بالانسد؟ هنشوف الالكترولايتس اللي موجوده فيه، تقريبا الصوديوم قريب، الكلورايد قريب، البوتاسيوم، الكالسيوم، اللاكتيت. كونه متشابه مع البلازما هخليه يقول ان ده بالانسد ايزوتونيك سوليوشن. طيب باي ذا واي اللاكتيت اللي موجوده في الرينجر بتتحول في الليفر لبايكارب. تمام. هو 273، سوري انا اسفه، هو 273 هو سلايد هايبوتونيك. تمام. وبالتالي لو في نقط هنقولها على الرينجر لاكتيت، السلايد هايبوتونيك سوليوشن احنا قلنا مشاكلها كلها ان هو بيبقى اوزمولاريتي قليله، بتدخل الاكسترا سيلولر كومبارتمنت، بيحصل شيفتنج منها للانترا سيلولر، وده مش كويس في حالات السيريبرال اديما او في حالات الانتراكرينال تنشن العالي. طيب البلازما لايت او الرينجر اسيتيت، الاوزمولاريتي برضو 295، الالكترولايتس نوعا ما قريبه من الالكترولايتس تركيزها الموجود في البلازما، بس بدل اللاكتيت في عندنا اسيتيت، وبالتالي هو يصنف ان هو بالانسد سوليوشن. طيب في عندنا دي كانت الايزوتونيك، الهايبرتونيك اللي هي الاوزمولاريتي بتاعتها اعلى بكتير من البلازما، زي مثلا ال 3% نورمال سلاين ده الاوزمولاريتي بتاعته 1030. تمام. الهايبرتونيك سلاين زي ما قلنا هو بيشد ميه من الانترا سيلولار كومبارتمنت كالاكسترا سيلولار كومبارتمنت، وبالتالي هو يستخدم في التريتمنت اوف سيريبرال اديما. كمثال بقى للهايبوتونيك احنا عندنا الهاف نورمال سلاين،
الاوزمولاريتي بتاعته 154، الالكترولايتس بعيده قوي عن الكونسنتريشن بتاعت البلازما، وبالتالي هو كلاسيفايد ان هو ان بالانسد سوليوشن. طيب في عندنا كاتيجوري تاني اللي هي الدكستروز كونتيننج فلويد، مش هنلاقيها كتير، مش بنقابلها كتير، بس هي مينلي بتبقى ريليتد للحالات اللي فيها هايبرناتريميا، او انه بحاول اعمل دايليوشن ليها. ليه؟ لانه الدكستروز مجرد ما بيدخل في الجسم بيبقى ميتابولايزد، بيتحول لميه، ميتابولايزد انتراسيلولر، بيتحول لميه وبيسيب وراه النوع بتاع المحلول اللي هو محطوط معاه. يعني دكستروز 5% هاف نورمال سلاين، ده لما بيدخل الجسم الدكستروز بيتحول لميه وبيتعامل الجسم معاه كانه هاف نورمال سلاين، بمعنى ان السوليوشن مكتوب عليه بره ان هو 406 ملي اوزمول بير لتر، لا هو يصنف ان هو هايبرتونيك، ولكن بيدخل الجسم الدكستروز بيتحول لميه وبيفضل الهاف نورمال سلاين اللي هو اوريدي هايبوتونيك، فبيتحول في الجسم لهايبوتونيك سوليوشن، وبالتالي بيدخل عادي الانتراسيلولر كومبارتمنت ونستخدمه في الحالات بتاعه الهايبرناترين، مع ان هو مكتوب عليه من بره ان هو هايبرتونيك. ودي حاجه زي يعني مشتركه في كل الفلويدز اللي فيها دكستروز. دي حاجات كده كانت تخص شويه اورينتيشن للبروبرتيز بتاعه الفلويدز وازاي بتتوزع لما ادخلها جوه الجسم، ويعني ايه بالانسد وان بالانسد سوليوشن، يعني ايه ايزوتونيك وهايبرتونيك وهايبوتونيك، ازاي توزيع السوليوشن بتحصل جوه الجسم. دي كانت بالنسبه للسؤال الاولاني، يعني احنا قلنا اول محاضره احنا نسال نفسنا سؤال ليه علاقه بالمحاليل دي، كل ازازه ايه اللي بيفرقها عن التانية، وسؤال ليه علاقه بالبيشنت، انا هعمل ايه للبيشنت ده، انا عايزه اديله محاليل ليه. طيب قلنا انه الفلويد يوز، احنا قلنا في الاول انا يا اما هريسسيتيت يا اما هعمل ريبليسمنت يا اما هعمل مينتنانس. طيب في مفاهيم لازم ابقى عارفاها عشان نعرف انا هدي ايه وهدي كام من الفلويد ده. اول حاجه عندنا حاجه اسمها الفلويد تشالنج. الفلويد تشالنج هو عباره عن ايه، هو سمول فوليوم من السوليوشن هديه في شورت بيريد. ليه؟ انا عايزه اتشالنج هل البيشنت ده الهيموداينامكس بتاعته هتريسبوند للفلويد ده ولا لا، بمعنى هل العيان ده فوليوم ريسبوندر، هل لو اديته فعلا فوليوم كريسسيتيشن هيستفيد والهيموداينامكس هتتحسن ولا لا. ده اسمه فلويد تشالنج، بتدي 250 مللي اوف ذا فلويد على شورت بيريد عشان تتشالنج السيركيوليشن، وتشيك بعديها بعد ما اديته هل في اي تشينج في البلاد بريشر، في الكارديك اوت بوت، في اليورين اوت بوت، في الهارت ريت. طيب ده بالنسبه للفلويد تشالنج. طيب ايه هو الفلويد بولوس؟ الفلويد بولوس ده لارج فوليوم من 500 ل 1500 مللي برضه على شورت بيريد من 15 ل 30 دقيقه، بس ده مش بتست بيه حاجه، انا ده بانكريز الانترافاسكولار فوليوم بمعنى ان انا بريسسيتيت. طيب المينتنس، المينتنس ده لا، ده احنا قلنا اللي هو بريبليس، مش بريبليس بقى، او يعني الديلي نورمال لوس، بريبليس الديلي نورمال لوس، تمام؟ ده بيكون اراوند 100 مللي بير اور، وده اللي بنفضل نمنتين عليه العيانين في الاي سي يو، تمام؟ اخر حاجه هي الميديكيشن اديلوانت، ده بيبقى الفلويدز اللي بنعمل عليها او بنحل عليها الادويه بتاعتنا. هي مهمة في حاجة بس، لأن ليها معلومة كده هنقولها في آخر المحاضرة، بتفرق جدا في عينين الاي سي يو وممكن يحصل منها مشاكل. فدول الأربعة ديفينيشنز اللي احنا هنتحرك فيهم مع العيان. تفرق لي إيه؟ تفرق لي إن أنا عايز أعرف أنا هعمل إيه بالظبط للعيان. طيب احنا عندنا في الريسسيتيشن موديولز في حاجة اسمها الروز موديول. الروز موديول ده هو ستيجز بيمر بيها العيان اللي انا بعمله ريسسيتيشن. الار تي ريبريزنت الريسسيتيشن، دي بتبقى المرحله اللي بدي فيها اجريسيف فلويد بولوس. الاو دي الاوبتمايزيشن، ودي المرحله اللي انا بحاول اوبتمايز فيها اللاكتيت ليفل وبكيب الاورجان فانكشن سواء بقى بفلويدز او بازو بريسورز. الاس دي ستابلايزيشن، ودي بحاول اكيب فيها الهيمودينامكس
وامنتين الفلويد بالانس والالكترولايتس. الاي دي ايفاكيويشن، ودي بعد ما خلاص العيان بيبقى ستيبل عشان الكاملتيف افكت بتاع الفلويدز اللي انا عماله اديها سواء كريسسيتيشن او مينتنانس، بتتكون يعني بيبقى ليها كاملتيف افكت، ويبقى لزام عليا ان انا ارجع العيان ده للايوفوليميك ستيت بتاعته عشان ما يبقاش اوفرلود، اما عن طريق الدايريتكس العاديه او ان انا بعمل له ار ار تي اللي هي رينال ريبليسمنت ثيرابي. طيب اول اثنين ديفينيشنز اللي قلنا عليهم اللي هي الفلويد تشالنج والفلويد بولس. تشالنج اللي قلنا اللي هي 250 على 10 دقائق، بتشالنج السيركيليشن بتاعت البيشنت اللي هو جاي لي دلوقتي في الطوارئ، انا شايفاه تاكي كارديك والسيستم بلاد بريشر اقل من 100، العيان تاكبنك، اطرافه ساقعه، انا عايزه اشوف هل هيرسبوند للفوليوم ولا لا، بدي له الفلويد تشالنج وبتست كل الحاجات دي تاني، او الفلويد بولس ان انا هبدا الريسستيشن بتاعه. هما الاثنين دول بيقعوا في الزون بتاعه الار، في حين ان احنا قلنا الميديكيشن ديليوشن والمينتنس فلويد سواء الفلويد دي او دي لا، هتقع في مرحله بعد دي كلها، مرحله الاستابلايزيشن بتاعه البيشنت. طيب الريسستيشن فلويد دي النيو انجلاند جورنال كانت بتتكلم على الريسستيشن فلويد اللي احنا هنركز فيها في المرحله بتاعه الاوف. قارنوا بين الهيومن بلازما والكولويد والكريستالويدز اللي احنا كنا بنتكلم عليها من حيث السورس. اول حاجه كانت السورس بتاعي طبعا الالبومين، اول حاجه ده بيبقى من هيومنز. الكولويدز بما فيها حاجه اسمها الهستريل سواء فولفين او تتراسبان او الجيلاتينس فلويدز، السورس بتاعهم ايه؟ لو ان الهستريل ده الفولفين السورس بتاعه الستورش او المايز، التتراسبان السورس بتاعه البوتيتو، والجيلاتينس فلويدز دي بتبقى بوفاين اوجن، والكريستالويز قارن ما بين النورمال سالاين والهارتمان. الهارتمان هو الرينجر لاكتيت والبلازما لايت هي الرينجر اسيتيت. قارنوا بينهم زي ما قلنا في السلايدز قبل كده عشان يشوفوا الاوزمولاريتي ومين هو اكتر فلويد مش هوموجينس، خلينا نقول قريب قوي من الكونسنتريشن بتاعت الالكترولايتس في الجسم بتاعنا والاوزمولاريتي. لو زي ما قلنا انه الالبومين والهارتمان والهايبر اوزمولار، في حين ان السلاين والفولوين والجيل دول هايبر اوزمولار، وان البلازما لايت اللي هي الرينجر اسيتيت والتتراسبان هما the closest to the human plasma. هي الفكرة كلها ان هو بيحاول يقول لك لما تيجي ترسستيت هتختار انهي واحد من كل دول، انت اكيد هتختار اللي الاسمولاريتي بتاعته قريبة والكونتنت بتاعته قريبة. فهي دي نفس السلايدز اللي بنقولها، بس احنا هنجيب دلوقتي evidence based على كل اختيار او كل سيلكشن لسوليوشن نختاره للعيان بناء على ايفيدنس بيست او ارتكل منشور في مجلات كونسيدرد ان هي من التوب في الاي سي يو جورنال او في الانستيزيا جورنال. طيب الجدول ده هو اللي قلنا عليه في اول المحاضره، هتبقى كلينيكال ايفيدنس بيزد براكتس. دول العيانين اللي هيقابلوني سواء كانستيزيا فلو اور سواء عيان عندك في الاي سي يو سواء عيان جاي في الطوارئ. كل عيان من دول هنشوف لما عملوا ستادز لقوا مين ياخد ايه. كل واحد من دول هنشوف ايه اللي هينفعه في الفور كولمز دول، هل هيأذي حاجة إن أنا أديله، يعني هيتأذي إن أنا أديله فلويد معين هيجيب بنفيت من فلويد عن التاني. هنبدأ بالكولوم الأولاني الكولويد، هي متقسمة الألبومين وستارش كولويد. طيب خلينا في الأول أول ثلاثة اللي هي الكريتيكال إل بيشنت والسبسس والتروما. النيو انجلاند جورنال اوف ميديسن في عملوا ستادي اسمها سيف ترايل او سيف ستادي،
دي كانت Saliva versus Albumin Fluid Evaluation. دي كانوا بيقارنوا فيها ما بين الالبومين. انا عايز اعرف دلوقتي الالبومين هتدي لمين بالظبط في الكريتيكال ايل بيشنت اللي انا قلت عليه. قارنوا ما بين الالبومين والسلايد لو هيرسستيت العيان اللي في الانتنسيف كير يونت. اي ستادي، عشان بس لو حد معانا من الجي بي، اي ستادي انت مفترض بتسال نفسك انت هتعمل ايه فيها، الكويستشن بتاعها، الديزاين بتاعها، هتقسم الجروبس بتاعتك وهتكتب كل جروب هتعمل فيه ايه، هتكتب الاوتكم اللي انت هتدرسه، هتشوف كل جروب الحاجه دي هتحصل فيه ازاي، وهتقدم الريزلت، ومن الريزلت دي تطلع بكونكلوجن. فالستادي دي الكويستشن فيها كان هختار ريسسيتيشن في العيان بتاع الاي سي يو ده، هقارن ما بين الالبوم والسلاين في السرفايفل ريت بتاعي. الديزاين بتاعتها كانت راندمايزد كنترول ستادي، والار سي تي دي من السترونج ليفل اوف ايفيدنس، فبتقوي الكونكلوجن اللي بيطلع بيه الاستادي دي. العدد بتاع البيشنتس اللي داخل كل استادي كل ما كان اكتر طبعا، كل ما كان السترونج بتاع الكونكلوجن بتاع الاستادي. قسموا جروبين، جروب خد الالبوم وجروب خد النورمال سلاين، وكانت الاوت كوم اللي بيدرسوها هي المورتاليتي بعد 28 يوم. الريزلت لقوا انه مفيش difference. تمام، الكونكلوجن بتاعها كان in critical ill patient fluid resuscitation using albumin normal saline produce the same outcome من حيث المورتاليتي خلال 28 يوم. طيب الجايد لاينز اللي نزلت بعديها في 2013 في النيو انجلاند جورنال طلعت في الريسسيتيشن فلويد ان الايزوتوليك mainly البالانسد salt solutions are pragmatic initial resuscitation fluid في majority of acute ill patient. ليه؟ هو قال لك ان الالبومين والسلاين او النورمال سلاين ما فيش فيهم difference، فانا ليه ادي للعيان فلويد غالي زي الالبومين، فلويد هيجي منه مشاكل لانه في الرجي بتحصل منه، طالما انا كده كده في الاخر نفس الريزلت. فطلعت الجايد لاين بتقول لك ان الايزوتونيك والبالانسد سوليوشن هي الانيشيال ريسسيتيشن فلويد. طيب بعديها كان سرفايفنج كامبين، السرفايفنج سيبسس كامبين في 2021 طلع بنفس النتيجة، قالوا إن for adult with sepsis أو septic shock we recommend using crystalloids for the first line fluid for resuscitation. طيب يبقى إحنا كده عرفنا إن ال critical ill patient الألبومين مش هدي ليه، طالما نفس النتائج بحصل عليها من ال balanced crystalloids ليه أدي ألبومين طالما أنا ممكن آخد نفس النتيجة. طيب في الهيد تروما السيم ستادي دي اللي عملوها على ال 6000 او 7000 عيان، اختاروا منهم سب جروب اللي هو التروماتيك برين انجري. والكويستشن كان سلاين ولا البوم فور فلويد ريسسيتيشن للعيانين اللي حصل لهم تروماتيك برين انجري. طيب كانت برضه ار سي تي راندمايز كنترول ستادي على 460 بيشنت عندهم تروماتيك برين انجري، قسمهم جروبس برضو، ادوا واحد البومين وادوا الجروب الثاني نورمال سلاين، وكان الاوت كوم ان هم بيشوفوا المورتاليتي بعد 28 يوم. لقوا في الريزلت ان الجروب اللي خد البومين كان عنده فاستر مورتاليتي. الخط الاحمر اللي فوق ده الجروب اللي خد سلاين، الجروب اللي تحت اللي بالازرق خد البومين. تمام، طيب كانت conclusion ان fluid resuscitation using albumin increased the mortality compared with normal saline in a patient with traumatic brain injury. فسروها بايه؟ قال لك ان في التروماتيك برين انجري ده ما بيكونش البلاد برين بارير ما بيكونش انتكت، فالالبومين هو هاي مولكيول، المولكيولز اللي احنا قلنا ما بتطلعش بره الانترافاسكولار كومبارتمنت. لا، لما حصل انه دامج في البلاد برين بارير استقرت الجزيئات بتاعت المولكيولز بتاعت الالبومين في البرين، شدت ميه اكتر، حصل البرين اديما اكتر، سويت البروجنوزيس اكتر.
وبالتالي الجايد لاينز اللي طلعت بعديها في 20 في النيو انجلاند جورنال قالت ان الالبوم از نوت انديكيتد في البيشنت ويز تروماتيك برين انجري، وانه لقوا على حسب السيف ستادي دي ان السلاين او الايزوتونيك كريستالز هي انديكيتد في البيشنت ويز تروماتيك برين انجري. الانستيزيا كريتيكال كير دي مجله فرنسيه طلعت بعديها في 2022 جايد لاينز فور تشويس اوف انترافينوس فلويد في الكريتيكال ايل بيشنت، قالت انه في الاكيوت برين انجري اتس بروبلي نوت ريكومند تو يوز كولايت particularly albumin as fluid therapy to reduce mortality or to prove a neurological prognosis، اللي هي اكدت على نفس النتائج اللي طلعت بيها السيف ستادي اللي قلنا عليها. طيب احنا كده خلصنا الكريتيكال ايل بيشنت، قلنا مش هياخد البومين، التروماتيك برين انجري مش هياخد البومين، وعرفنا ليه. طيب ثالث عيان السبسس. النيو انجلاند جورنال برضو كانت عامله ستادي اسمها البيوس، ودي كانت الالبوم، هي دراسه ايطاليه، الالبوم ايطاليان اوت كوم سبسس، كانت بتشوف العيان بتاع السبسس لما ياخد البومين عشان احافظ على ليفل معين من الالبوم في جسمه اجينست الكريستالويد العاديه اللي هي الميثيونز الازهر، هل هيحصل اختلاف في الاوت كوم؟ عملوهم تو جروبس، جروب حافظنا فيه على الليفل اوف البومين فوق ال 3 جرام بير ديسيليتر، تمام، وجروب تاني ادينا له كريستالويدز ومالناش دعوه هو كان الالبومين بتاعه كام. طيب هي كانت برضه ار سي تي، كانت على 2000 عيان تقريبا، وكانوا بيدرسوا السرفايفل برضه او المورتاليتي بتاعته خلال 28 يوم. الريزلت طلعت ان العيانين اللي خدوا البومين وحافظت على الالبومين بتاعهم فوق ال 3 جرام بير ديسيليتر والعيانين اللي خدوا كريستالويدز same survival، وبالتالي طلعت في conclusion ان الالبوم ريبليسمنت in addition to crystalloids didn't improve the outcome لا عند اليوم ال 28 ولا حتى عند اليوم ال 90 من الاستادي، وبالتالي طلع بعد الاستادي دي بتاعت البيوز دي، في حاجه عندنا انه correspondence انت ممكن تبعت تعليق للمجله لو انت عندك تعليق على ستادي ما او شايف ان في مشكله ما، بتبعت للاديتور. طيب في مجموعه من الناس الالبيوس ستادي دي بعتوا للاديتور ان هم عملوا ايه؟ اخذوا 3 ستاديز كانوا بيشوفوا فيهم هل عيان السبسس ده هيستفيد من البومين ولا لا. هي الاستادي اللي قبليها قالت لك لا العيان ده مش هيستفيد حاجه، هو السيم سرفايفل ريت لو خد سلاين لو خد البومين، هم لا قالوا لك في سيف ستادي مع البيس ستادي مع ايراس ستادي، يختاروا منهم سب جروبس مين هم، سيفير سبسس او سيبتك شوك، عيان في مرحله الريسوسيتيشن مش في مرحله ان هو ستيبل او في مرحله الاوبتمايزيشن اللي احنا قلنا عليها الروز سكيل، لا عيان هيموديناميك ان ستيبل سيفير سيبسس او سيبتيك شوك. كان رايهم ايه؟ رايهم لا ان العيان ده استفاد وان العيان ده القلب من فيه از بيتر. طيب طلعت الجايد لاينز بعد الاستادي دي في السرفايفنج كامبين بتاع السيبسس 2021 قالت ايه؟ قالت انه فور ادلت سيبسس او سيبتيك شوك وي سجست يوزنج البومين. طب ليه ما قالش ريكومندد؟ هي بتبقى على حسب السترونج ايفيدنس، تبقى او يعني الاستخدام من الكلمات بيبقى فارق قوي. suggest لانه في سب تايب اوف جروبس، يعني اونلي في العيان اللي هو في السيفير سيبسس او سيبتيك تشوك، واونلي في الفيز بتاعه الاور بتاعه الريسوسيتيشن. قالك we suggest using albumin in patients who receive large volume of crystalloids. تاني الكولويد، احنا في الكولوم بتاع الالبومين قلنا الكريتيكال اي بيشنت مش هياخد البومين، قلنا الهيد تروما مش هياخد البومين، قلنا السبسس يس، قلنا سجست على استحياء ما قالش ريكومندد ليه،
قال لك بيبقى سب تايب اللي هو العيان سيفير سيبسس او في سيبتك تشوك، محتاج لارج فوليوم في الفتره بتاعه الريسسيتيشن، ده الوحيد اللي ممكن اديله البومين يستفيد منه. طيب احنا لسه في الكولويد، ولكن بقى مش في الالبوم، في الستارش كولويد اللي هي الهستريل او الفولفين. طيب هدي العيانين دول كولويد ستارش كولويد، هل هيستفيدوا ولا لا؟ طيب نيو انجلاند جورنال اتكلمت عن الارتيكل ده في ستادي اسمها 6S study Scandinavian starch for severe sepsis and septic shock. كان الكويستشن بتاع الاستودي العيان لو خد ستارش كولويد، خلينا نقول الهستريل مني بقى عشان نبقى ما نضيعش وسط الكولويدز. الهستريل لو قارنته برينجر لاكتيت، هل العيان بتاع السيفير سبسس هيستفيد ولا لا؟ طيب كانت ار سي تي برضو، كانت على 800 عيان، كانوا بيدرسوا ايه؟ بيشوفوا الاوتكم من حيث الدث ومن حيث الار ار تي او الدياليسيس خلال 3 شهور. لقوا ايه؟ لقوا انه في الدث العيانين اللي خدوا هستريل كانت الدث او المورتاليتي اعلى من العيانين اللي خدوا رينجر لاكتيت. تمام؟ تاني اوتكم كانوا بيدرسوه، هل العيان غسل ولا لا؟ لقوا ان بنسبة 51% العيانين اللي خدوا هستريل غسلوا، يعني جوينج ار ار تي، في حين ان 43% من اللي خدوا رينجر اسيتيت هم اللي غسلوا. بمعنى ان الريسسيتيشن بهستريل increasing the risk of death، تمام، و more likely to require renal replacement therapy لما يتقارن بالرينجر اسيتيت او الرينجر لاكتيت. ال6 اس دي كانت معموله في السيفير سبسس، يعني عيان اوريدي بس في سبسس. الاستادي دي اللي هي التشست ترايل دي برضو كانت في النيو انجلاند تقريبا، نزلت في نفس السنه برضو، كانوا بيقارنوا الهستريل بالسلاين بس في كل عيانين الانتنسيف كير مش بس العيانين بتاعت السبسس. كانت ار سي تي على 7000 عيان، كانوا بيشوفوا الهستريل اجينست او الفولبين اجينست النورمال سلاين من حيث المورتاليتي ومن حيث الاكيوت كيدني انجري. في الريزلت لقوا ان مفيش اختلاف، في حين ان هم لما شافوا الكيدني فانكشن بتاعت العيانين دول لقوا ان البيشنتس اللي خدوا هيستريل في الاي سي يو الكيدني فانكشنز عندهم عليت قوي عن البيشنتس اللي خدوا سلايف. وبالتالي طلعت الكونكلوجن انه التو تايبس اوف فلويد ديدنت ديفر في المورتاليتي، يعني ما فرقتش في المورتاليتي، ولكن العيانين اللي خدوا هيستريل دخلوا في اكيوت كيدني انجري. وبالتالي طلعت اليوروبيان ميديسن ايجنسي في السنه دي في سنه 2013 بعد التو ارتكلز دول بتاعت النيو انجلاند، اللي واحده فيهم قالت انه الهستريل اللي هي السكس اس، قالت ان الهستريل المورتاليتي فيه اعلى، تاني واحده كانت ان الهستريل في الانتنسيف كير علالي اول كيدني فانكشن والعينين دخل في اكيوت كيدني انجري. طلعت بعديها الاوروبيان ميديسن ايجنسي في 2013 ووقفت خالص الماركتينج بتاع الهستريل، وقفته خالص. رجع بعديها تاني قال لك احنا مش هنستخدمه في الرعايات، مش هنستخدمه في عيانين الاي سي يو، ولا هنستخدمه في السيبسس، خلاص هيبقى ليه استخدامات تانيه كلارج مولكيول. انا ممكن اعمل بيه ريسسيتيشن في حالات الهامرج او الحالات اللي محتاجه لارج فوليوم بسرعه معينه عشان ننتين الهيمودينامكس. ورجع تاني السرفايفنج سيبسس كامبين بتاعت 2021 كانت واضحه قوي فيما يخص الستارش او الهستريل، قالت انه فور ادلت وستابسس او سيبتك تشوك وي ريكومند اجينست الستارش فور ريسسيتيشن. احنا كده خلاص اتكلمنا عن كريتيكال ايل بيشنت والسبسس والتروما من حيث الالبومين من حيث الستارش. قلنا ان العين كريتيكال ايل بيشنت مش هياخد البومين، مش هياخد كولويدز، السبسس ممكن ياخد البومين في مرحله معينه بس من ريسسيتيشن، ما ياخدش ستارش. الهيد تروما
ما ياخدش البومين، وقلنا ليه. طيب نيجي للكومبارتمنت الثاني. طيب الكريستالويدز اللي هي النورمال سالاين اللي هو الانبالانسد كريستالويدز، والبالانسد اللي هي الرينجر لاكتيت والرينجر اسيتيت، هدي انهي منهم للعيانين دول؟ في السرفايفنج سيبسس كامبين في 2021 قالت ان فور سيبسس او سيبتك شوك وي ريكومند يوزنج كريستالويدز as a first line for resuscitation. طيب على فكرة كان في نفس السيف ستادي، يعني هي دي من السيف الريزلتس اتبنت على السيف ستادي اللي اتعملت في نيو انجلاند. طيب هدي كريستالويدز كفيرست لاين، هدي ايه؟ بالانسد ولا ان بالانسد؟ طيب عشان يجاوبوا على الموضوع ده عملوا ار سي تي في اليو اس اي، اتعملت على 75,000 بيشنت، قسموهم ثلاثة جروبس. تمام، عيانين جم المستشفى، جم الاي ار، اخذوا اقل من 500 مللي ومشوا. الجروب الثاني جم اخذوا اكتر من 500 مللي، تمام، وادمتت في المستشفى. دول عملوا عليه عملوا عليهم استاد اسمها سولتد ترايل. طيب الجروب الثالث ده جروب كان اخذ فوليوم اكتر من 500 مللي، ولكن كان برضه ان ستيبل وادمتد للاي سي يو. عملوا عليه ستادي مهمه جدا طلع عليها جايد لاينز كتير بعديها اسمها السمارت ترايل، وهي دي اللي هنبدا بيها. احنا دلوقتي عشان بس الناس تبقى معانا، احنا بنشوف العيانين الكريتيكالي ال patient هنديهم كريستالويدز بالانسد ولا ان بالانسد. تمام، هنختار الجروب اللي هو كان جاي هيموداينامك ان ستيبل، خد اكتر من 500 مللي وادمتد للاي سي يو. عملنا عليه ستادي اسمها السمارت ترايل. كان الكويستشن فيها هل سيف النورمال سلاين ولا البالانسد كريستالويدز في الكريتيكال ال بيشنت. كانت ار سي تي على 15,000 عيان، قسموهم تو جروبس، جروب خد نورمال سلاين هو ان بالانسد، وجروب خد رينجر لاكتيت او بلازما لايت اللي هي الرينجر اسيتيت اللي هو بالانسد سوليوشن. كانوا بيدرسوا ايه؟ بيدرسوا الاكيوت كيدني انجري والديث والار ار سي رينال ريبليسمنت ثيرابي خلال شهر. لقوا في النتائج الكيرف اللي عندنا ده، اول حاجه شافوا الكلورايد كونسنتريشن، العيان اللي اخذ نورمال سلاين كان الكلورايد او الهايبركلوريميك اسيدوزز عالي عن البالانسد كريستالويدز. طيب تاني حاجه درسوها ال ار ار تي والميجور ادفيرس كيدني انجري، الميجور ادفيرس ان ايفنتس خلال 30 يوم كانت 14% ل 15% كانت لصالح البالانسد كريستالايز. طيب الديث بيفور 30 دايز برضه كانت 10% ل 11% وكانت لصالح البالانسد كريستالايز. طلعت الكونكلوجن ان البالانسد كريستالويدز اللي هم الرينجر لاكتيت والرينجر اسيتيت شوت مور فيفربل كومبوزيت اوت كوم من حيث الديث، من حيث الار ار سي، ومن حيث الاكيوت كيدني انجري. الاستادي الثانيه بقى اللي اتعملت، احنا كده بنقارن هندي بالانسد ولا ان بالانسد في الكريتيكال ايل بيشنت. قلنا دي كانت السمارت ستادي. طيب السولتد ستادي اللي اتعملت على البيشنتس اللي جم كانوا هيمودايناميك محتاجين فلويدز، خدوا اكتر من 500 مللي واتحجزوا في المستشفى لاي سبب، هيعمل عمليه او كذا، لقوا في الاستادي دي برضه كانت في نيو انجلاند جورنال، قال لك ان النون كريتيكال الادلتس تريتد ويز انترافينوس فلويد ان امرجنسي ديبارتمنت there is no difference في الهوسبيتال 3 days between treatment and balanced with the balanced crystalloids and treatment with saline. بمعنى ان العيان ده دخل اخد الفلويد ريسستيشن بتاعه، عمل عمليه، عمل زايده، عمل كوليستكتوم ديفر، العيان ده لقوا انه ما فرقش معاه هل هياخد balanced ولا unbalanced solution، ادي saline، ادي رينجر لاكتيت، ادي رينجر اسيتيت، مش هيفرق لك خالص في في اي اوتكم بالنسبه للعيان ده.
بعديها برضه طلعت في السبسس كامبين 2021، لا 24، كان في 2016 بيقول لك انه using either balanced او unbalanced fluid resuscitation patient with sepsis او ansys مش هيفرق لك، يعني ده او ده مش فارق. التعديل بتاعها بقى في الكامبين بتاع 2021 قال لك لا، في العيانين دول في عيانين السبسس we suggest using balanced crystalloids instead of normal saline. وده كان نفس اللي ماشي مع السمارت ستادي اللي هي العيانين اللي كانوا اخدين اكتر من 500 ودخلوا رعايه، قلنا ان هم الاحسن لهم الافضل لهم ان هم ياخدوا بالانسد عن الان بالانسد. طيب بعد كده الكريتيكال ايل بيشنت فيبربل في البالانسد، في السبسس فيبربل في البالانسد. طيب في الهيب تروما انا ايه مشكلتي مع العين في التروما في البالانسد والان بالانسد؟ البالانسد اللي احنا قلنا ان هو فيفرابل على مستوى الاستاديز كلها هو يعتبر سلايت هايبوتونيك، يعني الرينج ولا كتير ده سلايت هايبوتونيك، بمعنى انه لما دي في السيركيوليشن هيموف او يعني هيشفت للانترا سيلولار كومبارتمنت، وبالتالي لو اعتبرت الانترا سيلولار كومبارتمنت دي البرين سيلز، اذا انا بدي سوليوشن يعدي ويدخل السيلز يزود البرين إديم. طيب الانبالانسد مع انه هيعمل لي هايبر كلوريميك اسيدوزس الا انه ايزوتونيك، مش هيعمل لي شيفتنج ومش هيهايدريت الانترا سيلولار سيلز. طيب نختار انهي فيهم؟ هل اختار العين اللي جايب هيتروما دي هديله البالانسد ولا هديله النورمال سلاين؟ في الانستيزيا كريتيكال كير 2022 في الجايد لاينز فور تشويس اوف انترافينوس فلويد في الكريتيكال اي بيشنت قال لك انه ان بيشنت ويز اكيوت برين انجري does utilization of particular type of crystalloid help to reduce morbidity and mortality. قال لك انه it's probably recommended to use isotonic crystalloids as the first line fluid therapy in patients with acute brain injury to reduce the mortality will improve the neurological prognosis. بعد الريكومنديشن دي فولد ب RCT قوت قوي الموضوع ده، كانت في النيورو تروما جورنال. تمام، اخدوا سب جروب من السمارت ترايل اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه دي، مش يعني هي كانت معموله على الكريتيكال اي بيشنت كلهم، لا اخدوا سب جروب منها العيانين اللي كان عندهم برين انجري. تمام، وشافوا الاوت كوم بتاعهم لما خدوا كريستالويدز البالانسد versus الانبالانسد. لقوا ايه؟ لقوا ان البالانسد كريستالويدز were associated with worse prognosis which is compatible مع الاستادي اللي احنا لسه قايلين عليها، انه العيان لو خد بالانسد، العيان النيورو او التروماتيك برين انجري لو خد بالانسد ده بي worse البروجنوزز، وبالتالي عيان الهيتروما هديله ايه؟ هديله في الكريستالويدز نورمال سلاين ولا بالانسد؟ لا هديله نورمال سلاين. طيب مين العيان التاني غير الهيتروما اللي هيستفيد من النورمال سلاين مع انه معظم الاستادز زي ما احنا شايفين هي مع قوي البالانسد كريستالويدز؟ العيان اللي عنده مثلا اوت جاستريك اوبستراكشن او عنده بيرسيستنت فوميتنج، العيان ده بيلوز اسيد كتير وبالتالي الميديا عنده بيبقى عنده ميتابوليك الكالوزز. النورمال سلاين احنا قلنا بيعمل هايبر كلوريميك ميتابوليك اسيدوزز، انا هستخدم السايد افكت ده في ان انا اعالج بيه حاله الكالوزز، وبالتالي العيان الالكالوتيك هيستفيد قوي من النورمال سلاين. طيب دي زودناها في الجدول انه مين العيانين الكريتيكال اللي هيستفيدوا غير عيان الهيتروما من السلاين؟ العيان الالكالوتيك. نيجي لجزء كده دايما في كونفليكت، العين الرينال احنا عندنا السلاين
نورمال سلاين والريجولار لاكتيت، المحاليل اللي ما فيهاش بوتاسيوم والمحاليل اللي فيها بوتاسيوم. في كونفليكت كبير قوي بيننا وبين النفرولوجي، انه في كونسبت ان انا ما ينفعش ادي العيان الرينال رينجر عشان في بوتاسيوم، اديله سلاين. طيب قالوا ايه في الموضوع ده؟ العيان الهايبر كالمي اديله ايه؟ في الامريكان جورنال اوف ريسبيراتوري اند كريتيكال كير ميديسن، ودي من التوب 5 جورنال في الاي سي يو، كانوا بيدرسوا البالانسد كريستالويدز اللي هم الرينجر لاكتيت والاسيتيت فيرسس سلاين في الكريتيكالي ايل ادلت وذ هايبركاليميا او اكيوت كيدني انجري. السمارت ستادي اللي احنا اتكلمنا فيها اللي هي كانت لارج ار سي تي، اللي قالت انه البالانسد كريستالويدز بروديوس ليس كيدني انجري than normal saline. تمام. اختاروا منهم العيانين اللي البوتاسيوم بتاعهم كان اكتر من 6.5. سب جروب من السمارت، احنا هنرجع تاني بس معلش، السمارت دي كانت معموله على كل الكريتيكال ال بيشنت. اختاروا منهم سب جروب اللي البوتاسيوم بتاعه 6.5، وانذر سب جروب اللي كان عندهم acute kidney injury. تمام. كانوا 1324 عيان اكيد كيدني انجري، وكان فيهم 187 عيان هايبر كالينك. طيب عملوا ايه؟ درسوا هل العيان الرينال اللي البوتاسيوم بتاعه عالي مش هديه رينجر ولا هديه رينجر؟ يعني ولا هديه نورمال سلاين؟ اكوردنج للكونسبت اللي موجود عندنا، لا انا مش هدي العيان اي حاجه فيها بوتاسيوم طالما العيان ده عيان رينال والبوتاسيوم بتاعه عالي، انا هديله نورمال سلاين. لقوا ايه بقى؟ لقوا لما حطوا كده الريزلتس بتاعتهم على الليفل بتاع البوتاسيوم بعد ما العيانين جروب خد سلاين وجروب خد رينجر، والبوتاسيوم كان عامل ايه؟ العيانين اللي بدأوا يغسلوا نيو ار ار تي، العيانين اللي ماتوا، وقارنوا العيانين اللي كانوا هايبر كاليميك يعني بص على الكولا من بس الازرق ده كان العيان اللي البالانسد كريستالويدز اللي هو خد رينجر، والاورنج ده العيان اللي خد سلاين. العيان اللي خد سلاين كان النيو ار ار تي اعلى من العيان اللي خد رينجر. تمام. الديث كان مقارب قوي مش سيجنيفيكانت، والبوتاسيوم لقوا ان العيان اللي خد سلاين البوتاسيوم بتاعه اكتر من العيان اللي خد بالانسد كريستالويز او رينجر لاكتيت او رينجر اسيتيت. طيب في البيشنتس احنا قلنا كانوا تو جروبس، جروب كان هايبر كاليميك وجروب كان اكيوت كيدني انجري. طيب الجروب الثاني اللي هو كان اكيوت كيدني انجري برضه درسوا البوتاسيوم وقارنوا ما بين التو جروبس في البوتاسيوم ليفل والنيو ار ار تي والديث. برضه لقوا المفاجأة إن العيان اللي خد سلاين ما بين العيان اللي خد سلاين واللي خد سلاين غسل أكتر، يعني نسبة العيانين اللي خدوا سلاين وغسلوا كانت أكتر بكتير من العيانين اللي كانوا أخدين بالانسيت كريستالويدز. الديث كان مقارب وما كانش سيجنيفيكانت أوي، وبالتالي قال لك إن اليوز أوف بالانسيت كريستالويدز was not associated with higher incidence of severe hyperkalemia and was associated with lower incidence of new RRT, which is against the concepts بتاعت ناس كتير قوي اللي هي تقول لك لا انا هدي سلاين طالما العيان البوتاسيوم بتاعه عالي، مش هدي اي محلوله فيها بوتاسيوم. لا الاستادز دي على لارج نمبر وكانت ار سي تي، يعني سترونج ليفل اوف ايفيدنس، بتقول لك لا انه لما ادينا بالانسد كريستالويدز was not associated with higher incidence of severe hyperkalemia، ما علهاش ولا حاجة. تمام. بالعكس ده كان associated with lower incidence of new RRT. فال recommendation كانت ان انت عادي تدي، ما تقولش هدي سلاين. ده كان تفسيرهم ايه؟ بيقول لك انه النورمال سلاين الاسيدوزز اللي عملته عملت لي shifting للبوتاسيوم، فعلته يعني عملت شفت خرجت البوتاسيوم من السيلز بقى غسلوا من اللي خدوه. فدي نقطة في كونفليكت، وهيفضل كونفليكت موجود انه عيان رينا لا
هديه سلايم مش هديه رينجر خالص. تمام. يبقى الهايبر كاليميك بيشنت اهو في الكريستالويدز هديه ايه؟ رينجر. ايه هبة، هو الصوت راح. هبة، دكتورة هبة،
كنا بنتكلم على السيرجيكال بيشنت، البيشنت ده ان شاء الله هديه مستوش كلويد ولا لا؟ two articles اتنشروا في two big journals، كانت الاثنين كانوا RCT على large number of patients. الأولانية كانت الإفكت أو الهستريل ولا هستريل أجينست السلاين، كانوا بيفولو أب لمدة 15 يوم عيانين ميجر أبدومينال سيرجري. الستادي التانية اللي اتنشرت في الأنستيولوجي كانت باربل هستريل فيرسس لاكتيت، وكانوا بيفولو أب لمدة 6 شهور. الاتنين لقوا إن العيان انترا أوبرتيف اللي خد هستريل واللي خد سلاين ما كانش فيه فرق ما بين الاثنين في الاوت كوم في حاجه، والعيان اللي خد هيستريل والعيانين اللي خدوا لاكتيتد برينجر ما كانش فيه اختلاف بينهم. وبالتالي قال لك ان بيشنت الجايد لاينز في المجله الفرنسيه اللي هي الانستيزيا كريتيكال كير في 22 قالت لك انه البيشنت was hemorrhagic shock وات ايفر ذا كونتكست it's probably not recommended in comparison with non-hypertonic crystalloids to use colloid solution as fluid therapy. هم اعتمدوا على انه طالما الهستريل versus saline ما فيش اي favorable outcome، فانا ليه اصلا ادي هستريل طالما انا ممكن يحصل لي منه renal injury؟ فهم recommending ان انت تدي saline او تدي balanced crystalloid. ولكن حقيقة يعني حقيقة الوضع انه في بعض العيانين it's indicated ان انت تديهم هستريل او كولويدز انترا اوبرتيف. يمكن الريكومنديشن هنا مش واضحة قوي لانه برضو مش على كل العمليات، هو حدد لي نوعية عمليات معينة يعني، انما في اكستند كبير وفي فرايتي كتير قوي في البيشنتس، في نوع العملية، في التايمنج بتاع العملية، في اللص، في الهيموداينامكس بتاعت البيشنت للكريستالويدز. فهي كبيرسونال اوبينيون انه السنتنسز دي في الريكومنديشن هي بالانسد قوي، مش مرجحة كفة حاجة عن حاجة. we can use colloids sometimes but not rush to them، بمعنى انه في عيانين لو البلاد لوس بتاعهم اراوند مثلا 500 او 600 مللي انت ممكن تريبليس بكريستالويدز والهيمودينامكس بتاعتهم تبقى كويسه، ولكن في اوقات بتبقى اللوس لارج لوس او لارج فوليوم، تمام، الوقت اللي انت عايز تعوض فيه عشان الهيمودينامكس تبقى كويسه وقت طويل، العيان مش هيفضل هايبو برفيوزد كل الوقت ده مستنيك ان انت تريبليس الفوليوم الكبير بكريستالويدز، فالعيان ده انديكيتد ان هو ياخد كولويد، العيان ده انديكيتد ان هو ياخد هستريل، العيان انديكيتد ان هو ياخد فولفين، محتاج لارج فوليوم في وقت قصير لغايه ما يجي لك دم. وبالتالي في النقطه دي لما الكفتين زي بعض، لا انت بالاكسبيرينس هتشوف انه في عيانين في عمليات معينة لا it's indicated ان انت تدي، لان الكولويدز هي اللي بتظبط معاك الهيموداينامكس اكتر. طيب احنا كده في السيرجيكال بيشنت ندي كولويدز ولا لا؟ ندي في بعض العيانين. طيب لو هتدي كريستالويدز ولا كولويدز؟ هتدي سوري لو هتدي كريستالويدز هتدي بالانسد ولا ان بالانسد؟ في الانستيسيولوجي وفي البريتش جورنال اوف انستيزيا عملوا تو ستاديز، في الانسيسيولوجي كان اسمها سولار ستادي، تمام، دي كانت كوهورت، ده ديزاين الستادي ديزاين كانت على 8600 عيان، كانوا بيعملوا كولوريكتال اورثوبيديك سيرجري، وكانوا بيقارنوا هل ندي سلاين ولا رينجر لاكتيت. الحقيقه ما لقوش في الاثنين اي اختلاف في الاوتكم. اللي في البريتش جورنال اوف انستيزيا كانوا برضو كانت ار سي تي، تمام، فهي سترونج ليفل اوف ايفيدنس، كانت على الميجر ابدومينال سيرجري وكانوا بيدوا سلاين اجينست برينجر، ولكن هي كانت المفترض تتعمل على 240 عيان بس وقفوا عند 60 عيان. ليه؟ لقوا ان العيانين اللي خدوا سلاين
احتاجوا فازو بريسورز عاليه قوي، وبالتالي وقفوا الاستادي لانهم لقوا ان هم ممكن يسببوا اذيه للبيشنت. ان انا ادخله انه يحتاج فازو بريسورز وادخله في هيموداينامك انستابيليتي عشان اثبت انه استخدم ايه الهيستري سوري السلاين ولا الرينجر لاكتيت، فترمينيتنج الاستادي دي. وبالتالي بقينا في كونفليكت، طيب العيان السيرجيكال بيشنت ده تديله سلاين ولا تديله بالانسد سوليوشن. الحقيقه في الانسيسفولوجي كانت لارج سامبل سايز، كانت 8000 عيان، في حين في البريتش جورنال اوف انستيزيا كانت ار سي تي، كانت راندمايزد كنترول ستادي، ودي السترونج ليفل بتاعها، سترونج ليفل اوف ايفيدنس. فضلت كويستشن مارك لحد دلوقتي انه انهي الافضل ليه. في 2023 دي كانت من شهرين في البريتش جورنال اوف انستيزيا عملوا ستادي الانترا اوبرتي فيوز اوف بالانسد فيرسس نورمال سلاين، ودي كانت ميتا اناليسيس مش دراسه، هي بتجمع الميتا اناليسيس بتجمع كل الدراسات اللي اتعملت في كل انواع العمليات انترا اوبرتي، الناس اللي خدوا بالانسد والناس اللي خدوا ان بالانسد. قال لك من الميتا اناليسيس دي showed that balanced crystalloids use probably lead to increase the post operative plasma pH and lowering the chloride level. يعني كانت الكفة مايلة أكتر ناحية إنه أنا أدي البالانسد كريستالويدز الرينجر أسيتيت والرينجر لاكتيت. تمام؟ برضو كانت في البري أوبرتيف رينو بروتكشن في الأنستيزيا أنالجيزيا كانوا برضو سبورتنج القصه دي، قالوا ان وي سبورت يوزنج البالانسد كريستالويدز ان بري اوبرتيف سيتنج. في الانستيسيولوجي برضو جورنال قالوا في البري اوبرتيف فلويد ثيرابي فور ميجر سيرجري كانوا برضو سبورتنج النتائج اللي وصلوا لها التو ستاديز اللي قبل كده ان البالانسد كريستالويد سوليوشن از بيتر. وبالتالي هنقول في الجدول ان السيرجيكال بيشنتس هدي ايه بالانسد ولا ان بالانسد؟ لا هدي بالانسد وهو ماي بي بيتر. وليه بقول ماي بي بيتر؟ لانه مش كل العمليات زي بعض، مش كل الانديكيشن او انواع العمليات اللي اتعملت على الاستادز دي ما جابتش كل الرينج بتاع البيشنتس، فهتفضل الكفه مايله ناحيه البالانسد. اخر عين رينا الترانسبلانتيشن، ودي هنرجع فيها للنقطه بتاعت الكونفليكت ما بين النيفرولوجي واحنا، اللي هو انت هتدي العيان اللي داخل يعمل رينا ترانسبلانتيشن تدي له سلاين ولا تدي له رينجر لاكتيت. هذه كانت حاسمه جدا الارتيكل بتاع اللانسيت، اللانسيت دي والارتيكل ده من شهرين. اللانسيت دي الامباكت فاكتور بتاعها 170، يعني قصاد كل ارتكل بينزل فيها بيبقى فيه 170 سايتيشن، فهي يعني معديه حتى النيو انجلاند جورنال والستاديز اللي بتنزل فيها دي بيتاخد منها جايد لاينز. فلانسيت حسمت الموقف، عيان الرينال ترانسبلانتيشن هتدي له ايه؟ هتدي له بالانسد ولا ان بالانسد؟ تدي له سلاين نورمال سلاين ولا تدي له بالانسد كريستالويدز رينجر لاكتيت رينجر اسيتيت؟ هيعملوا ستاديز مع بيست فلويد اللي هي بيست ايفيدنس سيلكتنج ترانسبلانت فلويد. عملوا جروب تمام اخذ سلاين وجروب اخر اخذ رينجر لاكتيت وقارنوا بين كذا حاجه. قارنوا بين الكلورايد، طلع انه طبيعي ان العيانين اللي خدوا سلاين كان الكلورايد اعلى والميتابوليك هايبر كلوريميك اسيدوزز اعلى. البايكارب فور شور ان العيانين اللي كانوا اخدين سلاين كان البي اتش اقل فحصل لهم اسيدوزز. البوتاسيوم هي دي كانت المفاجاه بالنسبه لهم، ان العيانين الرينال ما كانش فيه اي ديفرنس لقوه في الليفل بتاع البوتاسيوم ما بين اللي خدوا نورمال سلاين وبين اللي خدوا رينجر اسيتيت او رينجر لاكتيت. جم للكيدني فانكشن شافوا الاوتبوت اليورين اوتبوت، اليورين اوتبوت الاحمر الكولوم الاحمر ده اللي اخدوا سلاين،
والتاني اللي عليه علامة صفراء ده اللي خد بالانسد كريستالويت او رينجر لاكتيت ورينجر اسيديت، لقوا ان اليورين اوتبوت اعلى، يعني الفانكشن احسن في العينين اللي خدوا تحاليل فيها بوتاسيوم، وانه الديليد جرافت فانكشن، جرافت فانكشن دي كانت من البرايمري اوت كوم، لقوا ان 30% ل 40% كانت لصالح البالانسد كريستالويد اللي فيها البوتاسيوم. ذاتس هو يعني انه دي كانت حاسمه قوي في موضوع عيانين الرينال ترانسبلانت، طبعا هيبقوا يعني اللي هيخلي عيان الرينال ترانسبلانتيشن ياخد بالانسد سوليوشنز، ياخد رينجر اسيتيت ورينجر لاكتيت، اكيد دي بتوضح قوي ان اي عيان رينال تاني مش هارمفول عليه ان انت تديله رينجر لاكتيت ولا رينجر اسيتيت، وان النتائج كلها سواء في اليورين اوتبوت في الاستادي دي او في الدرافت ريجكشن كانت حاسمه ناحيه انه البالانسد كريستالويدز احسن في العيانين دول. بالتالي كانت النتيجه تقول لك ان البيشنت ريسيفنج كيدني ترانسبلانتيشن from a donor are at lower risk of delayed graft function if they receive intrafluid therapy with balanced crystalloid solution. تمام؟ يبقى عيان adrenal transplant هنديله balanced crystalloids، اديله المحاليل عادي اللي فيها بوتاسيوم، ما تديلوش normal saline. طيب كل اللي اتكلمنا فيه ده كان في الاورد phase اللي هي resuscitation phase اللي هي الفلويد تشالنج والفلويد بولس. طيب في نقطة بس مهمة قوي في المرحلة بتاعت الاوبتمايزيشن والاستابلايزيشن اللي هي مرحلة الفلويدز اللي بديها للعيان بعد ما بقى كويس عندي في الاي سي يو، اللي هي المينتننس فلويد والميديكيشن اللي بتتحضر فيها. عملوا استدي، دي دراسة بلجيكية تمام على 14,000 بيشنت، كانت بتقول يعني الدايره اللي موجوده دي بتريبريزنت الفلويدز اللي خدها في مرحله الريسسيتيشن تمام، الازرق دي كانت المينتننس، والصفره دي الفلويد تريب اللي هي المحاليل اللي بحل عليها الادويه. اكتشفوا ايه؟ قال لك ان الفوليوم والصوديوم والكلورايد اوفرلود due to non resuscitation solution and the fluid creep deserve to be considered. بمعنى ايه؟ بمعنى انا دايما كل قصتي في العيان ده عماله افكر فيها التايب اوف ذا فلويد، انهي الاحسن لي، انهي اللي مش هيضره، مركزه في الفلويد resuscitation، ما جاش في بالنا او مش بيجي دايما في بالنا ان المينتنس اللي انا بمشيه ده او الفلويد كريب، ودي المشكله الاكبر ان محدش بياخد باله ان العيان بنفضل نحلل له الادويه بتاعته على 100 سلايد 200 سلايد 300 سلايد، بياخد ثلاث مرات انتي بايوتيك، كل مره بنحلها على 300 و400 سلايد، في اخر اليوم العيان بياخد 3 4 لتر سلايد، احنا فاكرين ان احنا حافظنا عليه من المخاطر بتاعه الفلويد ريسسيتيشن في مرحله الريسسيتيشن، بس مش اخدين بالنا انه الفلويد كريب بتسحب مننا بتفتح في فلويدز بتأدي لمشاكل زي ايه. الاستاد دي عملوها عشان يشوفوا هل العيانين اللي جالهم هايبر نتريميا كان السبب فيها الفلويد ريسسيتيشن في المرحله بتاعت الاور اللي قلنا عليها، ولا الفلويد اللي بنعمل بيها ديليوشن وبنحل عليها الادويه. اكتشفوا ان العيانين اللي جالهم هايبرناتريميا كانت اكترهم من الفلويد مينتننس والميديكيشن اللي احنا بنديها، وبالتالي طلعت الكونكلوجن قالت انه هاي انبوت اوف صوديوم باي نورمال سالاين تو دايليوت الدراجز and keep catheter open اللي هي الكي في او يعني contribute to the common occurrence of ICU acquired hypernatremia. ودي نقطة مهمة جدا، فكرة انه بلاش نقلل من أهمية الفلويدز اللي احنا بنحل عليها الأدوية، لأنه بتكون السبب في الكترولايت امبالانس
واسيد بيز ديستربنس عنيف، واحنا فاكرين انه خلاص طالما انا عديت مرحله الريسسيتيشن واديته الفلويدز الصح يبقى انا كده تمام. بتريكومند ايه الاستادي؟ بتقول لك انه the preventive effect of elimination of the source by diluting the drugs in dextrose 5 water rather than normal saline. انه الادويه تتحل على دكستروز 5% وما نحلهاش على النورمال سلاين. عشان بس نجيب المايند اللي بيحصل في موضوع ان احنا بنحل الادويه على نورمال سلاين، المعلقه الكبيره فيها 8 جرام صوديوم كلورايد، المعلقه الصغيره فيها 6 جرام، المعلقه اللي تحت خالص دي في الصوره اللي على الشمال دي فيها 1 جرام. طيب انا محتاجه قد ايه في اليوم؟ الديلي نيدز بتاعتي ليس ذان 2 جرام، بمعنى ان انا عايزه معلقه ونص نص صغيرين. طيب انا لو اديت العيان ده 1 لتر اوف نورمال سلاين في 3 جرام ونص، بمعنى ان هو ازيد من اللي انا محتاجاه مره ونص. تخيل لو العيان احنا عمالين نديله في فلويد مينتنس لتر في 2 في 2 ونص، وعملت له بحل له الادويه وبفلاش ورا الادويه وبفلاش ورا الحاجات ب 2 3 لتر تاني، اللتر الواحد فيه 3.5 جرام. تخيل انت بتديله 2 3 لتر، اكشلي لو بتديله 3 لتر انت بتتكلم في ان هي ايكوالي 5 رنجات انت بتديه لهم في اليوم. وبالتالي ما تستغربش ان العيان بيديله اي سي يو اكوايرد هايبرناتريميا، وانت بتيجي تشوف الفلويد بالانس تاني يوم تلاقي العيان بوزيتيف 3000. اصل انا بحل الادويه وبفلاش وراها بنورمال سلاين. الهوم مسجز بقى، الالبوم كان بيوز فور سيستيشن اند سبسيس، نيفر ان هيت تروما، وقلنا ليه نيفر فور كوركشن، الستار لويد والجل شود نوت بي يوز ان كريتيكال ال بيشنت. تاني نقطة إن البالانس كريستالويدز هي preferred عن النورمال سلاين في الكريتيكال ايل بيشنت، especially في الرينال impairment and hyperkalemia. تمام؟ no clear evidence with or against ال storage colloid في ال OR، وقلنا الموضوع ده ليه وإيه العمليات اللي أنا ببقى محتاجة فيها إن أنا أدي storage colloid. النقطة اللي بعديها إن balanced solutions generally preferred over unbalanced solutions في ال OR even in renal transplantation. Maintenance of fluid and the drug dilution should never be forgotten. ودايما keep in mind the fluid creep. Try to take to make maintenance of fluid and diluents sodium and chloride free. مع انت حاول تحل الادويه بتاعتك على محلين ما فيهاش صوديوم كلورايد زي الدكستروز 5%. بس شكرا. شكرا جزيلا يا هبة، والله مش عارفة أقول لك إيه بصراحة. صدعتكم معلش. ما شاء الله عليكي، ما شاء الله ما شاء الله. إيه ده، أنا ما كنتش أعرف إن أنتي يعني جامدة أوي كده يا هبة، ما شاء الله. لا هي سلام، انا إيه بلغت المحاضرة التحفة دي، محاضرة حلوة جدا جدا، اني طولت رائعة. معلش. لا لا دي محاضرة، ده أنا حاسة إن معانا كنز مهم يعني، الحمد لله إن أنا مسجلاها يعني. دكتورة منى تسلمي لي، ميرسي، شكرا دكتورة. هرفعها على القناة بقى عشان اللي محضرش إن شاء الله يسمعها ويستفيد، وانتي هتاخدي ثواب كبير بقى على كل حد هيسمعها. تمام يا دكتورة منى، اوكي. شكرا جزيلا دكتورة هبة. حد من الحضور عايز يسأل دكتورة هبة عن حاجة؟ طيب تمام خلاص. خلاص شكرا جزيلا، انا هقفل الريكورد. تمام.